أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم معايا في بروبيسيون كوتشينغ مع قناة أشواق. اللي وقع اليوم هو أن احنا غادي نجاوبوا على واحد السؤال تطرح بزاف مواقع الاتصال، واللي كيقول ولدي صعيب وعصبي ملي كنهضر معاه ما كيتصنتش ليا وراسو قاص. اختاريت نجاوب على هذا السؤال لأنه كيهم النشء اللي هو الاستثمار الحقيقي لكل أب ولكل أم. الهدف ديالنا جميع هو ان احنا نحصلوا على واحد الجيل اللي متوازن على المستوى الشخصي ولا المستوى العملي، الجيل كيثق في نفسه، جيل عارف راسو شنو كيدير ويزيد بينا وبالمغرب كامل القدام. شكون هو الطفل؟ الطفل هو المرآة لكل اب ولكل ام وسط الأسرة. هو انسان، يعني واحد مخلوق ذكي. الا شفت عند ولدي واحد التصرف عصبي او ما كيتصنتش ليا او مكيعرفش يفراجع نفسي، انا كيفاش كنتعامل معاه؟ فإلا زرعت العنف غادي ناخد العنف، إلا تعاملت معها بطريقة لطيفة، إلا هدرت معها بهدوء ما غيهدرش معايا هو بعصبية، إلا أنه نقل من عندي هذيك طريقة الهدرة ومني كترجع ليا ما كنتقبلهاش. وهنا غادي ندخلوا القلب الموضوع اللي هو التواصل مع الطفل. ولدي ما نقدرش منعه أنه يخطأ، ما نقدرش منعه أنه يتصرف تصرف غير لائق. مستحيل نمنع لا ولدي لأي إنسان آخر من الخطأ. كل ما كنقدر ندير هو انني نعاقبه، ومني كنعاقبه بما انه بيان سور انسان وعنده واحد الذكاء كبير، فتا هو غيعاقبني بطريقته. ما غيبغيش ياكل ليا، بتاتخ يتعصب عليا، يهضر معايا بطريقه ما زويناش، بزاف الاشياء. مني انا غيدير هادشي كامل حتى انا غادي نعاود نعاقبه على داكشي اللي كيدير، وغادي نبقاو ندورو كيعاقبني وكنعاقبه في واحد الحلقه مفرغه العنف. ما هو الحل؟ الحل هو انني خصني نفرض واحد الاطار الاسره ديالي ما يسمى بالقانون الداخلي، ولكن هذا القانون الداخلي ما نقدرش نديرو بوحدي ونفرضو على كاع الناس اللي كاينين في الاسره. لا، انا غادي نجمع وليداتي حدايا وكنا بحال في البرلمان غادي نتفقوا على داك القانون الداخلي، كنا غنتفقوا على كل بند كاين في القانون الداخلي وغادي نعلقوه في مكان في المطبخ ولا في قاعه الجلوس ولا فين ما بغينا، اللي غادي يكونوا الوليدات كيشوفوه وكيعرفوه. وهنا الى ولدي خرج على داك القانون اللي اتفقنا عليه، فانا غادي يكون عندي تدخل، ولكن هذا التدخل ما غيكونش بالعنف ولا غادي يكون بالعنف لفظي ولا عنف جسدي ولا هذا، فغادي نكون غير كنكب الماء في الرمله. التدخل ديالي كيفاش غادي يكون؟ يا مثلا نقدر نجيبو يصلح الخطا اللي دار، وهذه طريقه كتكون جد ايجابيه، الى مثلا وسخ لي الزربيه او كتب في الحيط او نابورت كوا فهو غينظفو بيديه، ما غادي نكونش عنفته. من جهه اخرى نبغي نتشارك معكم واحد الطريقه كنستعملها شخصيا وكل اب وكل ام يقدروا يستعملوها. الى عندي وليد او جوج او ثلاثه في الدار او حتى 10 فهي كطليق. الفكره اما هي انني كندير ورقه عليها الاسم ديال كل وليد كاين في الدار، الوليدات ديالي عندي، وكنبقى في هذيك الورقه وقت ما داروا حاجه مزيانه كندير لهم نجيمه ولا انوتوكولون بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. باغ اكزومبل عندي جوج الوليدات، كل وليد كندير ليه سميتو في ورقه، وقت ما دار واحد العمل اللي هو زوين كندير ليه نجيمه، ومني كيدير واحد العمل اللي ما عجبنيش فانا كنحيد نجيمه او نحيد جوج على حسب الفوط كي دايره. ومن تماك اون فوا كيجمع 10 ديال النجيمات كياخذ اون سيربريز. هنا الوليد كيولي ريسبونسابل، كيولي معنا حديث مشاوره، ما تيبقاش غير كيتفرض عليه كلشي. قد ما دخلت ولدي معايا قد ما كيتفهمني اكثر وكنفهمو اكثر. وهنا كنبغي نركز على الانصات، الانصات ضروري. نتصنت لولدي، نعرف شنو هما المشاعر ديالو، شنو هو احساسه، شنو باغي اكزاكتومون، شنو هما احتياجاته الواقعيه. فملي كيكون ولدي كيصرخ بدون سبب فهذاك تعبير على الغضب، وفي غالب الاحيان تيكون احتياج لجلب الانتباه. نعرف علاش ولدي محتاج لجلب الانتباه ونركز شنو كندير معاه اللي كيخليه يوصل لهذيك الحاله. اخر نقطه نبغي نناقشها هي قد ما سمعت نفسي وعشت حياه متوازنه وتصنت راسي والاحتياجاتي، قد ما ديك الشحنه الايجابيه كتوصل للوليدات، يعني قد ما ارتحيت انا قد ما ارتاحوا حتى هما. نفكر حتى انا كيفاش كيدوز عندي نهار العمل، شنو كندير، شنو هما الحاجات اللي كتضرني وكتخليني ندخل بيهم
للدار، لان ماشي ديما تصرفات ولادي كتزعجني. بعد المرات تنكون مرتاح نفسيا ولو كيديروا صداع ولو هادي، فانا كنتقبل يعني الخطا ما تيكونش ديما فيهم. بعد المرات تنكون انا جايب واحد النفسيه اللي ما كتقبلش هذاك التصرفات ديالهم. اذا نرتاح انا، نفكر انا نديجاجي لو ستريس ديالي، نفكر تكون عندي حياه متوازنه باش تحياتهم هما تكون متوازنه. كنشكركم على التتبع وتنتمنى نكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة الجاية مع كوتش جيهان بوزيان وقناة أشواقع.